تقريبا ذا اوبريشن ماست بي سوفت كوبي اور هارد كوبي اور بوث. هو المواصفة الجديدة بتاعت 2015 ما اشترطتش ان يبقى الكواليتي مانجمنت تكون هارد كوبي. هي كانت سمحت بان هو ممكن يكون في سوفت وير زي مثلا زي الاكونكس او زي اي حاجة من كده، او السوفت كوبي برضو هي سمحت بيه، وبالتالي مش شرط بس ان هو يكون هارد كوبي. كانوا زمان في 2008 اي ثينك كانت لازم ان هو الدوكيمنتس لازم تكون كلها هارد كوبي، انما دلوقتي خلاص بقى ممكن تكون ان هي سوفت كوبي، او ممكن تكون من خلال سوفت وير زي الاكونكس مثلا اعتمدت حاجة زي كده.